Let's now discover the 11 players والان who لنكتشف احدى عشر لاعبا الذين كونوا الفريق المثالي للفيفا. نبدا بحارس المرمى إيكر كاسياس. مدافعين داني ألفيس. جيرارد بيكي. سيرخيو راموس. سيرخيو راموس. مارتيلو. الآن لاعبي الوسط شابي ألونسو. شابي هرنانديز. شابي هرنانديز. أندريس إنيستا. أندريس إنيستا. واخيرا المهاجمون ليونيل ميسي. راداميل فالكاو. راداميل فالكاو. ولاكمال الفريق كريستيانو رونالدو. ما اسمك؟ اسمي مانويل. قالوا لي أن لديك أسئلة أو سؤال لإيكر كاسياس. لماذا أنت حارس مرمى وليس بلاعب داخل الملعب؟ مساء الخير للجميع. أولا بدأت في صغري وكنت أحب المرمى وأحاول الإمساك بالكرات التي يرسلها الآخرين، لذلك أحببت هذه الوظيفة، وأيضا كنت أريد أن أسجل. وأنت أردت أن تسأل رونالدو. كيف بإمكاني أن أصبح لاعبا كبيرا مثلك؟ حسنا، لن يكون الأمر سهلا. فقط أن تكون طبيعيا وأن تعمل بجد. سيكون فخورا أن يدير هؤلاء اللاعبين الرائعين. إيكر كاسياس، إسبانيا. داني ألفيس، برازيل. داني ألفيس من البرازيل. مارتيلو. مارتيلو. برازيل. جيرارد بيكي. جيرارد بيكي. إسبانيا. سيرخيو راموس. سيرخيو راموس. إسبانيا. أندريس إنيستا. أندريس إنيستا. إسبانيا. شابي
Xabi Alonso. Xabi Alonso, Spain. Xavi Hernandez. Xavi Hernandez, Spain. España. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Portugal. Mira el Portugal. Radamel Falcao. Radamel Falcao. Colombia. Colombia. Lionel Messi. Lionel Messi. Argentina. Al Argentina. Your FIFA Fifth Pro World 11 Dream Team for 2012. فريق الأحلام للفيفا 2012. Ladies and gentlemen, the FIFA Fifth Pro World 11. هذا هو الفريق المثالي للفيفا 2012. Now it's time for the FIFA Women's حان الوقت الآن لأفضل مدرب ومدربة. الأسماء التي رشحت من الصحفيين والمدربين. دعونا نتعرف على المرشحين الثلاثة.